تحتفي وحدة أمراض دم وأورام السرطان بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز بكلية الطب مطلع الشهر المقبل تحتفل بشفاء أكثر من 1000 طفل من مرض السرطان على مدى 25 عاماً، وذلك بعد تلقيهم العلاج الكامل بالمستشفى الجامعي بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الملك عبد العزيز. وأوضحت رئيس وحدة أورام دم وأورام الأمراض وأورام الأطفال الدكتورة سعاد الجعوني أن الاحتفاء بهذه المناسبة التي تتزامن مع انعقاد اليوم العالمي للشفاء من مرض السرطان تهدف إلى تبادل الخبرات بين الأطباء وذوي الاختصاص، وأيضاً الاطلاع على أحدث مستجدات الطب في مجال علاج السرطان، كذلك استعراض أحدث البحوث وأوراق العمل الجديدة التي تعرض للمرة الأولى في هذا المجال. عبد الحكيم وسادة المشاهدين، ألف طفل رقم ليس بسيط، يستحق الوقوف من المغردين والتفاعل معه. خلينا نشوف بعض التغريدات اللي جاءت تفاعلاً مع الحسابات الإخبارية اللي نشرت هذا الخبر. حساب أخبار 24 نشر هذا الخبر على حسابي في تويتر، رد عليه مبارك الأسمري وقال: خبر أجمل من جميل ويحق لكم الاحتفاء والتباهي، فكم أسعدتم هؤلاء الأطفال وذويهم، لكم كل احترام وتقدير. بالفعل المغردة القادمة تتحدث واستدلت بحديث للرسول بسمة عثمان، تقول: ما شاء الله تبارك الله، هذا من فضل الله ومصداق لحديث رسول الله، كل داء له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. خلينا نشوف أيضا أحمد المختار اللي قال في تغريدة أخيرا استعرضها معنا حول هذا الخبر، قال: خبر مفرح كثير، الله يشفي كل مريض وأخص مرضى السرطان، اللهم أمين. صحيح. طبعا سلمان، مثل هذه الأحاديث أو مثل هذه الأخبار الجميلة تستحق من برنامج أخباركم أنه يتابعها وأنه يعقد معها أو يعني يتواصل مع أهل الإنجاز. طبعاً. معنا على الهاتف الدكتورة سعاد الجعوني، استشارية أمراض دم وأورام أطفال، وهي رئيسة وحدة أمراض الدم والأورام للأطفال بمستشفى الملك عبد العزيز الجامعي. حياك الله دكتورة. السلام عليكم، أهلاً وسهلاً. عليكم السلام ورحمة الله. بداية حدثينا عن هذا الإنجاز، إيش اللي صار في الإنجاز الجميل هذا؟ الحمد لله، بفضل الله تم شفاء أكثر من 1000 طفل على مدى 25 عام. اللهم لك الحمد. بدأنا الوحدة في عام 1991، وكانت الوحدة تستقبل كل الأطفال على عدد الأسرة، هو ضعيف بس ما شاء الله فيها البركة، على كان عندنا 10 أسرة وزادت ل 15 سرير في المستشفى الجامعي. طيب دكتورة، مثل هذا الرقم 25,000 رقم كبير جدا، رقم يستحق الالتفاتة. خلينا نسأل، هل في مبشرات جديدة لمرضى السرطان أو ذويهم على الأقل في لعلاج مثل هذا المرض الخبيث، أو على الأقل إنهم يكونوا مثل الرقم اللي حصلنا عليه الآن؟ هو مرض الأورام أو سرطان الأطفال فيه شفاء سبحان الله بالعلاج الحديث والعلاج الكيميائي والجراحة والإشعاع والعلاج الإشعاعي. إحنا نتبع أحدث الوسائل في العلاج، ولكن نستخدم الأسلوب العلاج الشمولي التكاملي. الطفل يعني يأخذ العلاج، يأخذ كل الأسباب يعني مشان تكون ما عنده مضاعفات بعد الشفاء بإذن الله. لأنه أنت عارف العلاج له مضاعفات، أي علاج في الدنيا له مضاعفات، ولكن في المستشفى الجامعي نحرص أن يكون المريض تحت رعاية شاملة من أقسام متعددة في المستشفى. طيب دكتورة سعاد، هذه الإمكانيات اللي عندكم في المستشفى، مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي، هل هي موجودة في عدد المستشفيات في المملكة؟ يتخذون نفس الأسلوب؟ الحمد لله في المملكة توفرت مستشفيات عدة في الأسلوب العلاج الشمولي للمريض. إحنا عندنا في الجامعي ولله الحمد خبرات متعددة من أقسام القلب، من أقسام التغذية، من أقسام الغدد الصماء، الالتهابات المعدية. المريض نفسه لما يأخذ العلاج مناعته تقل، ولكن بفضل الله عندنا حاجة في المستشفى الجامعي
يعني تعتبر ما هي متوفرة في مستشفيات بعض المستشفيات، وهو العلاج الشمولي ومنها في أشياء من الطب النبوي. ممتاز. ما هو الطب النبوي؟ اللي هو العلاج، يعني إحنا سبحان الله أشياء مثبتة علميا، وهذه اللي نبغى نعرضها. في عندنا أستاذ دكتور زائر من جامعة ألباني أمريكا، حيقدم كيف أشياء مستمدة من الـ يعني الأشياء الطبيعية اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها وقاية وعلاج للسرطان. جميل. ممتاز. إحنا يعني في الوحدة حقتنا نستخدم أحدث العلاج الحديث، ومع بعض الأشياء من السنة كالغذاء، يعني الغذاء من السنة يجعل الطفل مناعته جدا قوية، ويعني يكون في حالة طيبة. وأنا أتمنى ما شاء الله حضور، أنا أتمنى حضور، لأنه إحنا منركز على المضاعفات بعد العلاج. تمام. يعني إحنا من المضاعفات اللي بعد الشفاء. تمام. دكتورة سعاد الجاعوني، وأنت استشارية أمراض دم وأمراض وأورام أطفال، احنا شاكرين لك مداخلتك وإيضاحك للكثير من التفاصيل حول هذا الإنجاز، اللي نتمنى إن شاء الله يا سلمان ان احنا نشاهده في عدد من مستشفيات المملكة. طبعا. وللمصادفة عبد الحكيم، صحيح، قبل شوية كان برنامج بوح البنات يتكلم عن، صحيح، محاربات السرطان. صحيح صحيح, صحيح. خلونا